هذا الحديث كما سمعتم ونطلق عليه حديث الخشبة، لرجل كان يعطي الناس قرضا. أنا بقى بجمع طرق الحديث كلها وألفاظ الحديث، لا أقتصر على رواية البخاري بس، إنما هلم الألفاظ كلها، وكل فايدة إن أنا أقف عندها قليلا. هذا الرجل كان صاحب مال، وكان إذا جاء إنسان يقترض منه يعطيه إذا أتى بشاهد، تمام؟ ومثل هذا الرجل أجره عظيم عندنا في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: جيء برجل يوم القيامة فقال الله عز وجل له: هل فعلت خيرا قط؟ خلي بالك إن الرجل ده ما عملش حاجة في حياته خالص، عشان كده السؤال كده: هل فعلت خيرا قط؟ قال: ربي، كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس، فأرسل غلماني أقول لهم: اذهب إلى هذا المدين وهات المال منه، بنا أجل سنة شهر شهرين بتاع. فكنت أقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. الموسر يعني اللي معاه فلوس، يعني ممكن يسد. أنظروه يعني يقول له مثلا: ممكن تسد دلوقتي ولا تاخد لك وقت؟ يقول: اديني وقت. يقول له: ماشي. يروح للتاني يقول له: والله أنا ما عنديش. يقول له: خلاص تجاوزنا عنك. أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: أنا أولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. والله يحكم لا معقب لحكمه. أو تجاوزوا عنه، أنا أولى بهذا منك، ما تبقاش أنت كريم عند أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. وفي يوم القيامة في حاجات مدهشة يوم القيامة، عشان كده لا تيأسن من روح الله أبدا أبدا. يعني في آخر صحيح مسلم حديث، والله يعني كل ما أقرأه قلبي يهتز له، حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الله عز وجل بإخراج أربعة من النار. فلما خرجوا الأربعة دول قال الله عز وجل: ردوهم إلى النار. فالتفت واحد من هؤلاء وقال: ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيه. فأدخله الجنة. أو قال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيه. فليكن ظنك بربك حسنا. صاحب المال اللي عنده أموال ويقرض الناس ويفك يعني أزماتهم، إذا قصد وجه الله أهو ده واحد، أهو خبره صحيح، ما عملش حاجة في حياته كلها إلا أنه كان يقرض الناس ويقول: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فالرجل ده كان إذا أتاه أحد يطلب قرضا، الشرط بتاعه يقول: ائتني بشهيد. فلما ذهب صاحبنا إليه يتسلف منه 1000 دينار قال: أتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: أتني بكفيل. قال: كفى بالله كفيل. قال له: صدقت. وفي اللفظ الآخر قال له: سبحان الله، نعم، يعني صدقت برضه. فأعطاه 1000 دينار على أجل معين، شهر شهرين سنة إلى آخره. الرجل أخذ المال وبيتجر بقى في البحر، بقى بينقل البضاعة، بيصطاد لؤلؤ، يصطاد سمك، أي حاجة يعني، المهم كان شغله في البحر. في الموعد المعلوم أهاج الله عز وجل الريح. ما تعرف ربك تبارك وتعالى يسبب الأسباب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. لولا إن أنت بتولع في البخور ما كانتش ريحته الجميلة طلعت. بس طلعت إمتى؟ لما ولعت فيه، أشعلت النار فيه، ظهرت ريحته.
كذلك الحليم، ما تعرفش انه حليم وفاضل الا ما تنرفزه. يقابلني السفيه بكل حمق فارفض ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. اهو لولا انه نرفزه ما كانش ظهرت الايه، ما كانش ظهر حلمه وظهر صفه الكمال اللي موجود عنه. فالله تبارك وتعالى لما اراد ان يظهر ايمان هذا وإيمان هذا، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لقد يعني كثر مراؤنا وارتفعت أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن من صاحبه، أكثر إيمانا من صاحبه. إيه اللي خلى الإيمان بتاعهم يطلع كده والتوكل بتاعهم يطلع على هذه الدرجة؟ الذي سببه الله عز وجل من الريح التي هاجت والبحر الذي انقلب موجه حتى كفت حركة الملاحة في البحر. فكذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينشر فضل إنسان سبب له من الأسباب ما يرفع ذكره. المهم أن الرجل عجز كما سمعتم أن يجد مركبا في البحر، هنا لجأ إلى إيمانه لما قال: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا. اوعى تتورط وتشهد الله على شيء ثم تخالف، فإن نظر الله عظيم. لما تقول كفى بالله شهيدا وتخون، لا تجد أشد خيانة من هذا. كفى بالله كفيلا ثم تخون وتجعل نظر الله عليك أقل النظر وتجعله أهون الناظرين إليك، هذا جرمه كبير. فلما لم يجد فعل ما سمعتم، نقر خشبة ورفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت تعلم. والعجيب يا أخي إن هو قال القصة بيسمع ودانه، طب ما هو رب العالمين عارف، يعلم، عفوا، رب العالمين يعلم، لأنه لا يجوز وصف الله بالمعرفة. ما تقولش ربنا عارف أو ربنا عايز، غلط. ما تقولش ربنا عايز كذا، لأن عايز من العوز، والعوز هي الحاجة، والله غير محتاج. إنما إذا أردت أن تقول قل الله يريد كذا، والله يريد أن يتوب عليكم، قل الله يعلم كذا، ما تقولش ربنا يعرف كذا، المعرفة لا تجوز على الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى يعلم ما الذي جرى، لكن هو زي أصحاب الغار لما انطبقت عليهم الصخرة، كل واحد فيهم قال إيه؟ اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، والثاني يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحبها كأحب ما يحب الرجال والنساء، والثالث يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء، إلى آخره. تمام؟ فهو يقول: اللهم إن كنت تعلم أنني تسلفت من رجل ألف دينار لأتجر فيه في البحر، فقال أتني بشهيد، فقلت كفى بالله شهيدا، قال أتني في، قال القصة كلها بيسمع ودانه ويأتي بها كلها. وفي هذا دليل على بطلان الحديث الذي يقول علمه بحالي يغني عن سؤالي. لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار وجاءه جبريل عليه السلام وقال: ألك حاجة؟ قال: علمه بسؤالي، علمه بحالي يغني عن سؤال. أهو ده باطل، لأن هذا فيه إبطال للدعاء. طب ما هو ما من داع يدعو ربه ويرفع يديه أو يرفع صوته أو يسر إلا والله تبارك وتعالى يعلم ماذا يريد. تمام؟ ومع ذلك شرع لنا الدعاء وأن ندعو ربنا تبارك وتعالى. المهم أن هذا الرجل فعل ما سمعتم، نقرأ الخشبة، وضع الألف دينار واستودع الخشبة البحر، على أساس أن الله عز وجل له مقاليد السماوات والأرض وإذه ملكوت كل شيء، الخشبة دي أيضا من ملكه. الرجل الآخر لما أخذ الخشبة ونقرها، طيب أنا عايز أفهم يعني إيه اللي طلعها في دماغه يأخذ خشبة شربت من الماء ما شربت عشان يولع فيها؟ يعني خشبة شربت مية للصبح هتولع فيها إزاي؟ ها؟
هو أصلا ما لوش ملك عشان يعمل حاجة زي كده، هو رب العالمين اللي يعمل كده بس. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، تلاقي الغابات ومشتعلة نار، والنار مولعة في الغابات اللي هي شجر كله مي، ومع ذلك تلاقي الدنيا مولعة. لكن تأخذ خشبة شربة مية عشان تولع فيها، أهو لقاها واقفة قدامه كأنما تقول هيت لك، ها خذني من فضل. أخذها وراح نقرها وكسرها عشان يولع فيها، إذا به يجد إيه؟ يجد هذا الخطاب ويجد 1000 دينار. الرجل الآخر من إيمانه لم يقل ماذا فعلت، لأن دي قصة متعلقة بالورع، جعل الله كفيلا جعله شهيدا خلاص يبقى لابد أن يوفي، فلجأ إلى مثل هذا، ولذلك كتم إيمانه. لما راح يديله 1000 دينار ما قالوش والله ما وصلكش 1000 دينار في خشرة رمتها لك كده في المية وبتاع ما جات لكش، ها لأن الديون لا تقضى بهذا، أخذت المال يدا بيد ترجعه يدا بيد، ما تقولوش بقى أنا ربطته في الحمام الزاجل وقلت له روح له، ها الديون لا تقضى بهذا. وهو يعلم أن دينه لم يقضى، وأراد أن يكتم إيمانه ويكتم ما كان بينه وبين ربه تبارك وتعالى، عشان كده ما قالوش. هو قال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله هذا أول مركب أجده، وكتم خلاص. لماذا أو أيهما آمن من صاحبه، الذي أخذ المال ولم يجحده ولا الذي كتم سره بينه وبين ربه؟ أني واحد فيهم آمن من صاحبه؟ هما الاثنين ما شاء الله، لكن عندي أنا وفي فهمي أنا الذي ألقى بالخشبة في البحر هذا أعلى إيمانا، أولا لأنه لما جعل الله كفيلا ووكيلا كان عند كلامه، كان عند وعده، تمام. الحاجة الثانية لم يقل لصاحبه أرسلت لك مالا. افترض البحر بلع الخشب، افترض يعني، يبقى الرجل ده غرم 2000 دينار، 1000 اللي رماها في البحر وال1000 اللي هيديها لمين؟ لصاحبه. أعجبني جدا جدا قول الرجل صاحب المال، قال له ارجع راشدا فقد أدى عنك وكيلك، اللي هو ربنا تبارك وتعالى. الكلمة دي بصراحة يعني تتكتب بالذهب، عشان كده لما تحاول إنك تقول أيهما آمن من صاحبه، فعلا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، فلقد رأيتنا تعلو أصواتنا، يعني في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر مراؤنا أي جدالنا. الملفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في القضية، ما لهمش من آمن من صاحبه، لأن كليهما مؤمن. تعلو أصواتنا ويكثر مراؤنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما آمنوا من صاحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.